إذن لماذا تم اعتقالك في ليبيا؟ هنا في العاصمة الليبية، وبينما كانت الأنظار موجهة إلى الحرب على طرابلس، حدث آخر كان لافتاً ومثيراً، اعتقال الشخصية الروسية المثيرة للجدل مكسيم شوغالي ومساعده في ظروف غامضة جنوب طرابلس. غموض شاب القصة في كل مراحلها وصولاً إلى الإفراج عنهما، وأسئلة كثيرة بقيت بلا إجابات حول تداعيات هذه الحادثة والدور الروسي في ليبيا سياسياً وعسكرياً والمخفي فيه. العاشر من كانون الأول ديسمبر عام 2020، توثق هذه اللقطات التي تبث لأول مرة لحظات تسليم معتقلين روسيين إلى سلطات بلادهما من قبل السلطات الليبية بطرابلس، هما مكسيم شوغالي وسامر سيفان. عملية التسليم تمت في مطار معيتيغا، ويظهر في هذه اللقطات إيفان مولوتوكوف كبير المستشارين بإدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الروسية. هذه اللحظات أنهت الفصل الأخير من قصة جدلية، لكن كثيراً من فصولها بقيت غامضة ومخفية. في الرابع من أبريل نيسان عام 2019، شنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عملية عسكرية أسمتها عملية تحرير طرابلس. لقد دقت الساعة وآن الأوان، فتقدموا كما عهدناكم بخطوة واثقة بالله. بينما كانت تسيطر على العاصمة الليبية القوات التابعة لحكومة الوفاق، والتي كان يرأسها حينها فايز السراج. شهور من القصف والاشتباكات ومعارك الكر والفر، هنا في محور صلاح الدين كانت الجبهة مشتعلة، وتسربت معلومة عن اعتقال روسيين وفرار رجل ثالث كان يرافقهما. منذ اللحظات الأولى كان واضحاً أن الشخصية التي تم اعتقالها ليست عادية، وأن المسؤولية المترتبة على اعتقالها ستكون كبيرة وتتعدى الميدان الليبي إلى ما يبدو جزءاً من صراع سياسي بين دول خارجية. سيد خالد المشري، في 17 مايو 2019 تم اعتقال مكسيم شوغالي وأحد مساعديه في طرابلس، ما تفاصيل ما جرى؟ جاءت معلومات مخابراتية من دولة أجنبية لوزارة الداخلية ولمكتب النائب العام. من هي الدولة؟ الأرجح أنها هي أمريكا، بناء عليها تم مهاجمة الموقع اللي كانوا موجودين فيه واعتقالهم. طبعا أنا في تلك الفترة
كانت بعد روسيا إلى هذه الفترة لم تتدخل لصالح حفتر. لم تكن فاغنر على الأرض. لم تكن فاغنر على الأرض إلى تلك اللحظة يعني. أنت كنت وزير الداخلية أثناء الاعتقال، لماذا تم اعتقاله؟ الحقيقة إن هو تم اعتقاله من مكتب النائب العام، ومكتب النائب العام هو لديه كامل المعلومات، ما كانش عندي هنا في الداخلية يعني معلومات على تحركات شغالية. مكتب النائب العام كان ليه عنده معلومات وهو اللي أمر بالقبض عليهم ونفذ يعني بالنسبة لمكتب النائب العام. أنت كنت شخصية مركزية في الحكومة، ألم يعرض عليكم النائب العام لماذا؟ لا، النائب العام من صلاحياته ما يعرضش لحد، ينفذ على طول، ومن صلاحياته القانونية أيضا يستطيع أن يؤمر أي إدارة في وزارة الداخلية أو أي قوة في وزارة الداخلية تنفذ القبض مباشرة حتى بدون علم وزير الداخلية. هذه صلاحيات مكتب النائب العام. يعني اعتقل وأفرج عنه دون معرفتكم لماذا تم اعتقاله ولماذا تم الإفراج عنه؟ لا، ليست لدي معلومات كاملة بالنسبة، إلا معلومات يعني أستقيها من هنا أو هناك. هناك من يقول أستاذ عبد الرزاق إن مصدر المعلومة التي قادت إلى اعتقال شوغالي ومرافقه أو المترجم الذي كان معه كانت أمريكية المصدر. ما حقيقة هذه المعلومة وهل توثقتم منها خلال بحثكم؟ في الإطار العام نحن تأكدنا من هذه المعلومة من مصدرين، مصدر أمني ومصدر عدلي، كلاهما يعني نتكلم على يعني أشخاص مسؤولين في الدولة. نعم، تواصلنا معهم، تحفظ على ذكر اسمهم يعني هنا في طرابلس. هنا في طرابلس، وأكدوا لنا هذه المعلومة أن المصدر هو من جهة أمريكية. ما هي التفاصيل؟ التفاصيل هي بعد هجوم حفتر على طرابلس في شهر 4/2019. نعم، بعد تقريبا بأسبوعين اتصل ضابط الاتصال الأمريكي اللي كان موجود في بالم سيتي في منطقة جنزور هنا في طرابلس. إيه؟ لمن أعطيت هذه المعلومة؟ لوزارة الداخلية في حكومة السراج آنذاك، كان آنذاك السيد الوزير فتحي بشارة. وهل تأكدتم من مصدر هذه المعلومة؟ نعم صحيح، يعني التعاون الاستخباراتي الأمريكي الليبي هو اللي أفضى في نهاية المطاف إلى القبض على شوكالي. هناك أيضا من قال إنه الاعتقال تم بناء على معلومات تم تزويدها من طرف خارجي والإشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لا أعلم، لأن ما عنديش كامل، ما لم أطلع على ملف. التباين السياسي حول تبني اعتقال شوغالي وما قد يتبعه من مسؤوليات يشي بأهمية الرجل المعتقل ودوره. ماكسيم شوغالي الرجل الغامض والذي تحوم حوله كثير من الشبهات. Это ровно год, как в Ливии вооруженные люди задержали российского социолога Максима Шугале и его переводчика. Их обвинили во вмешательстве в выборы и бросили в тюрьму. عرفه الإعلام الرسمي الروسي بعد اعتقاله بأنه عالم اجتماع. وتم إنتاج فيلمين سينمائيين روسيين يحكيان قصة اعتقاله في ليبيا. شوغالي الحكم بالإعدام. باحث أم جاسوس؟ تساءلت صحيفة The Wall Street Journal، ووصفت الصحيفة الأمريكية شوغالي بأنه ساعد في نشر القوة الناعمة الروسية في الأماكن التي يتراجع فيها النفوذ الأمريكي. وقد تم رصد زيارة أجراها الرجل مؤخراً إلى أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي منها. توثق هذه الصور جانباً من زيارة شوغالي إلى كابول بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة. تمكننا من الوصول إلى ماكسيم شوغالي وإجراء مقابلة معه في مدينة سان بطرسبرغ. وافق على إجراء المقابلة مع تحفظه على الخوض في كثير من التفاصيل. سيد ماكسيم شوغالي، شكرا لكم على هذا اللقاء مع قناة الجزيرة. سيد ماكسيم شوغالي، اسمك مثير للجدل، هناك من يربطه
بأدوار سياسية وأمنية وعسكرية لصالح روسيا خارج الحدود. كيف ترد على ذلك؟ أنا رئيس صندوق حماية القيم الوطنية، وصندوقنا يساعد الكثير من الناس في روسيا وخارجها. نحن نجذب المستثمرين والممولين لنساعد الكثير من الناس الذين يمرون بظروف صعبة. لست رجلاً عسكرياً، لقد خدمت في الجيش آخر مرة بين عامي 84 و86 في جيش الاتحاد السوفيتي، وهي دولة مختلفة تماماً. أنا لست مسؤولاً أو نائباً، وليس لي أي علاقة بالقوات الخاصة أو القوات المسلحة. إذن لماذا تم اعتقالك في ليبيا؟ بالنسبة لإقامتي في ليبيا، فقد كنت في السجن في ظروف صعبة لمدة 8 أشهر، حينها صادروا هواتفي مني وجميع مقتنياتي. في منزلي لم يكن هناك أحد سواي والمترجم فقط، لم يكن هناك أسلحة من أي نوع. أنا دخلت ليبيا بتأشيرة رسمية، لم يتم توجيه أي اتهام ضدي بشكل واضح ولا أي اتهام، وما يسمى بالقضاء قاموا بتأجيل جلسات المحاكمة باستمرار وإجراء تحقيقات إضافية، ولم يكن هناك ما يستدعي التحقيق. لذلك لا أريد مناقشة ظروف احتجازي، لدي ما أقوله، لكنني لا أريد في هذه المقابلة الخوض في ذلك الشأن. أنا متأكد من أن هذا الموقف قد تم توجيهه ودعمه من الخارج، وأنا وأنتم يجب علينا تجاوزه. قوة الردع الخاصة أو جهاز الردع، القوة العسكرية والأمنية التي نفذت عملية القبض على شوغالي ورفيقه، وهي التي أشرفت على سجنه والتحقيق معه بالتنسيق مع النيابة العامة الليبية. السلام عليكم، عندنا موعد مع دور كتاب. تحفظ جهاز الردع على ظهور أي من قياداته أمام الكاميرا، لكنه وافق على الإفراج لأول مرة عن مواد حصرية توثق جانباً مهماً ومثيراً من قصة شوغالي وفريقه. هنا في هذا الموقع جنوب العاصمة طرابلس، تمت مداهمة منزل كان يسكنه شوغالي برفقة سامر سعيفان مع آخرين كانوا يترددون عليهما. توثق هذه اللقطات الحصرية التي تبث لأول مرة عملية المداهمة والاعتقال التي تمت في 17 مايو أيار عام 2019. تمكن جهاز الردع من الاحتفاظ بشوغالي في سجن معتيقة بطرابلس. رغم المعارك الضارية التي دارت على بعد كيلومترات قليلة من السجن، وفي ظل القصف المستمر، تم التحقيق معه لأشهر
لمعرفة حقيقة دور الفريق الروسي في الأراضي الليبية. يوسف المليان هو المترجم الذي تمت الاستعانة به في التحقيق مع شوغالي، وهو ضابط سابق وكان مطلعاً على ملف العلاقات الليبية الروسية. أستاذ يوسف، هل لك أن تعود لنا بالذكرى إلى أول لقاء مع شوغالي داخل السجن؟ كان يعني لقاء طبعاً كسجين. متى كان بالضبط؟ كان بداية بعد 3 شهور تقريباً، بداية 8 حاجة في التاريخ هذا. طبعاً كانت الفترة الأحداث والحرب. كان أول لقاء؟ كان أول لقاء. تواصلوا معي جهاز الردع بخصوص ترجمة، ما كنتش عارف أنا في موضوع في شوغالي ولا حد مطلوب للترجمة، قلت له موجود أنا حاضر. فكان مر معصوب العينين دخل، أنا دخلته من الباب فكلمته بالروسي. يعني شو حكيت له بالروسي؟ والله أنا قلت له جملة كانت هي يعني قريبة لقلبه، يعني بيقولوا نبريجي واي، يعني ما تشيلش هم بمفهومنا احنا كل شيء كويس. حاولت يعني نبعث في نفس الطمأنينة، فكان كان مصدوم هو. قال لي انت منه يعني؟ قلت له قال لي انت منين؟ قلت له انا ليبي. قال لي لا انت مش ليبي. وبدأت نتعامل معه يعني بمبدأ إنساني بحكم أنك أنت بتهيئ متهم لتحقيق يعني. فكانت الكلمة هذه وقعت على قلبه، وقع يعني أعطتها انطباع كويس واستريح يعني. حاولت يعني نلفت انتباههم أنه ياخذوا حال باعتبار بحكم أهميته. ما هي الإشارات التي أعطتك أنه رجل مهم؟ طبعاً الإشارات كلهم المنتسبين المهام الخاصة بالذات لازم يوضع في جسمه أثر معين أو علامة دالة في حالة فقدانه في أحد المهام أو وجود أحد أطرافه. فالوشم هذا بيكون علامة تعريفه يعني أن الشخص هذا خلاص مات. وهذا الوشم كان على جسم موجود شو؟ موجود على جسم شوغالي. كان عنده وشم على اليسار ووشم في الصدر، فكانت هذه العلامات الدالة يعني. وهذه كانت الإشارة الحاسمة بالنسبة لك أنه هو من 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 يعني ليس بالشخص العادي، يعني مش مواطن عادي، لا هذا مار بمرحلة تدريب شاقة جدا، ومهما أنت استخدمت معها من أساليب الضرب ومن أساليب العنف مش حيجاوب معك. فهذا حيكون لي مدخل آخر يعني في التحقيق، يعني مدخل غير الضرب وغير الأساليب التقليدية. للأمانة يعني الحمد لله المجهود اللي بذلوه ضباط التحقيق ومجهودين معاهم في الترجمة يعني قدرنا نفهم القصة بالكامل يعني. حصلنا على نسخة حصرية مسربة من مذكرة النيابة العامة الليبية في قضية شوغالي وفريقه. بحسب المذكرة فإن ماكسيم شوغالي نشط مع آخرين بالعمل على الأراضي الليبية ضمن فريق الروسي واطلع بمهام متعددة. ضم هذا الفريق إلى جانب شوغالي كل من سامر سعيفان يحمل الجنسيات الروسية والأردنية والبيروفية، وهو في الأصل طبيب جراح، وكان المترجم المرافق لشوغالي واعتقل معه. ألكسندر بروكوفيف يحمل الجنسيتين الروسية والسورية، وقد غادر الأراضي الليبية باتجاه تونس قبل أيام من القبض على شوغالي. قسطنطين جولوسكوكوف هو أحد مؤسسي حركة شباب روسيا الموحدة، أسند إليه عمل استخباراتي ويقوم بتتبع الانتخابات خارج روسيا، وقد حضر إلى ليبيا قبل وصول ماكسيم شوغالي، وكان يتردد عليها بصفة دائمة خلال السنوات الأخيرة ويزور مدناً ومناطق مختلفة. جميع أعضاء هذا الفريق دخلوا بتأشيرات رسمية صادرة عن جهات مختلفة، لكن اللافت أنهم دخلوا تحت غطاءات مختلفة. يفغيني بروغوجين اسم تكرر بشكل لافت في محضر النيابة العامة الليبية، وقد أشير إليه بعدة أسماء من بينها بيج بوس. يفغيني بروغوجين يوصف بأنه أحد أكبر صناع القرار في المطبخ الروسي، وعلى صلة بأدوار روسية متعددة الأذرع في الخارج ارتبط اسمه بشكل مباشر في تأسيس مجموعات فاغنر. بعد سنوات من الغموض ظهر الرجل بشكل لافت خلال الأشهر الأخيرة
يقود علناً مجموعات فاغنر العسكرية في القتال داخل أوكرانيا ويتحدث باسمها. ما هي علاقتك بإيفغيني بريغوجين؟ أعرف إيفغيني بريغوجين كونه مشارك في بعض مشاريع صندوقنا. لا أستطيع أن أجيبكم عمن يدعمهم بريغوجين مثل بعض المشاريع الخاصة التي لا تشارك فيها قطعاً القوات المسلحة، فهذه أعماله الخاصة. أعرفه كشخص محترم ويحترم مصالح بلادنا والبلدان الأخرى. إيفغيني بريغوجين ليس مؤسساً ولا إدارياً في مؤسسة. كل القرارات التي أتخذها في هذه المؤسسة مستقلة تماما. بعد عملية اعتقال شوغالي ومترجمه، جرت في المراحل الأولى محاولات روسية حثيثة في الكواليس للمطالبة بالإفراج عنهما. يعني كمحاولة توسط لإنهاء المشكلة بدون ضجة، تواصل معي الطباخ نفسه بريغوجين. نعم شخصيا. نعم، وبعدين سربوا جزء من هذه المكالمة. هم موقفنا واضح، نحن نريد أن يتم إطلاق سراح مكسيم شوغالي وسامر سفيان، ونحن مستعدون لبذل كل جهودنا. أنا أريد أن أطمئنكم، أولا هم أخبارهم جيدة، يعاملوا معاملة جيدة، ونحن لن نصعد في موضوعهم أي نوع من التصعيد الإعلامي أو غير ذلك، ولهذا سنسعى إلى حل الأمر بطرق ودية. في روسيا لا نقبل بالابتزاز. أنتم تطلبون لقاء مع القيادة العليا لروسيا، بينما صندوق حماية القيم الشعبية هو صندوق عام. قالوا في تلك الفترة تسريب مع صحفي، لم تكن مع صحفي. لا، مش مع صحفي، لا مترجم. هذا مع إيفغيني بريغوجين، وحتى للأسف حتى الترجمة حرفوها، يعني هي ما كانش يتكلم بنفس. صحيح بريغوجين كان يتكلم بلهجة منفعل. ماذا قال لكم إيفغيني بريغوجين؟ طبعا قالوا أن هؤلاء لديهم تأشيرة الدخول إلى ليبيا بشكل رسمي، وهم مركز بحثي، وبالتالي نحن هذا نعتبره اعتداء على مواطنينا. أنتم عندكمش أدلة قطعية عليهم أنهم ارتكبوا أعمال مخالفة، ويجب إطلاق سراحهم فورا. أنا قلت له هؤلاء تدخلوا في انتخابات بلدية محلية، وهناك نشاط ربما يصنف أنه نشاط معادي، لكن نحن لا نسعى إلى توتر الأجواء، نريد أن نعالج الموضوع بهدوء. لكن أيضا أنتم سيد رئيس الوزراء طلب زيارة وأن يلتقي، وفي تلك الفترة رئيس المجلس الرئاسي يعني، وأن يلتقي بالرئيس وغيره كذا، فهم غضبوا من هذا الكلام وقالوا هذا يعتبر ابتزاز. هذا كان رسالة، هذه رسالة، وبالتالي هو قال نحن سنعتبرهم توفوا، قال سنعتبرهم قتلوا، ونعتبرهم في أعداد الموتى، وسوف يعني نعالج الموضوع بطريقتنا. هذا أدى إلى تدخل فاغنر في ليبيا. هناك من يقول إن تدخل فاغنر جاء بعد اعتقال شوغالي، هل هذا واقع؟ لا أعتقد ذلك، يعني لأن إحنا جتنا معلومات يعني من بداية الحرب عن تواجد روسي، كان في البداية في رأس نالوف، وبعدين امتد قبل اعتقال شوغالي. قبل اعتقال شوغالي، يعني شوغالي. بين المكالمة والتدخل كم؟ أقل من أسبوع. هل جرى أي اتصال آخر مع بريغوجين؟ لا. وعندما فهمت أنه عندما قال لك نعتبرهم قد توفوا قتلة، هل كان ذلك مؤشراً أنهم سوف يدخلون عسكرياً؟ نعم. مع فشل المحاولات السياسية، برز بشكل علني مشاركة قوات فاغنر الروسية في معركة طرابلس، وهي قوات مرتزقة روسية مثيرة للجدل، ذاع صيتها في السنوات الأخيرة لضلوعها في أعمال حربية ذات صلة مباشرة بالدولة الروسية في ميادين مختلفة مثل سوريا ومالي ومؤخرا في أوكرانيا. كان لدخول قوات فاغنر دور مفصلي في المعركة التي يشنها خليفة حفتر على طرابلس، وبدأ أن الطرفين يصطفان في خندق واحد.
нарушения прав человека, и мы будем стремиться к освобождению всех пленников, в том числе Шугалея. السياسيان الليبيان نزار كعوان وعبد الرزاق العراضي عملا على إصدار كتاب يوثق تفاصيل التدخل الروسي في ليبيا. وفي الحقيقة أن احنا عندما بدأنا في الكتاب كان عندنا افتراض بأن الفاغنر دخلوا من بوابة حفتر لمساعدة حفتر في عدوانها على طرابلس، السيطرة على طرابلس. ثم فوجئنا بأن هذا المعطى غير صحيح، وهو أن بالفعل هم الروس تسربوا إلى المنطقة الشرقية من خلال حاجة حفتر لتدريب قواته، لكن تسرب الفاغنر جاء لاحقا عندما تم القبض على شوغالي. دخلوا إلى جنوب طرابلس وشاركوا في القتال في مرحلة لاحقة، حتى أن الحرب تغيرت في طرابلس بعد دخول الفاغنر. هذه المنطقة عمليا كان فيها قوات فاغنر؟ تمام، المنطقة هذه آخر منطقة كان السفر بتاع الفاغنر في المنزل هذا، كان عندهم المنزل هذا آخر منطقة وصلوا فيها في التقدم. تم الربط بين اعتقالك والتدخل المباشر لقوات فاغنر في الهجوم على طرابلس. ما هي علاقتك بفاغنر سيد مكسيم؟ любых граждан России, которые находятся за рубежом и осуществляют какие-то الآن كل مواطن روسي موجود خارج روسيا ويشارك على سبيل المثال في عمليات عسكرية أو تدريب وما إلى ذلك يسمونه فاغنر. скажем так, некая обобщённый бренд, который называют هذه أشبه بعلامة تجارية لجميع العسكريين والأشخاص الموجودين في الخارج والذين يمارسون على سبيل المثال أي نشاط قانوني على أرض دول أخرى. أنا شخصياً لست رجلاً عسكرياً ولا أنتمي إلى أي تنظيمات عسكرية، ويمكنني القول إن هذا نوع من الخرافة. Мое отношение к любому мифу у нас, понимаете, сейчас. اشتد القصف على طرابلس في محاور مختلفة، وبدأ أن الروس يبحثون عن دليل حياة بخصوص مواطنيهم. بعد 5 أشهر من تضارب المعلومات، تم تصوير شريط فيديو يثبت أن مكسيم شوغالي وسامر سعيفان على قيد الحياة. الرجل الذي نقل الشريط من طرابلس إلى سفارة روسيا في العاصمة التونسية هو يوسف المليان. قمنا بتصوير شريط لي ورفعتني للسفارة الروسية في تونس، تواصلنا مع مندوب منهم. باليد أخذته؟ أخذته باليد شخصيا. تمام. وقعمزت أنا وابن بريغوجين شخصيا، يعني هو في داخل السفارة؟ داخل السفارة الروسية في تونس. داخل نعم. في تونس. متى كان بالضبط؟ هل تذكر التاريخ؟ هذا كان في شهر 2019. شهر أكتوبر 2019. 2019. قام بمجهود كويس في تخفيف الضغط على العاصمة طرابلس، واستطعنا إيقاف الطيران لمدة 25 يوم وإيقاف حتى تقدم الفاغنر بسبب هذا الإفصاح. يعني مع استمرار التطورات العسكرية والتجاذبات السياسية بدأ أفق الوسطات مسدودا بين الجانبين في ظل تطورات ميدانية تكبدت فيها القوات المهاجمة لطرابلس خسائر جسيمة مع تدخل عسكري تركي لصالح حكومة الوفاق. ووجدنا أن ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس يرأسها إرهابيون من داعش والقاعدة والإخوان المسلمين. أما في روسيا فقد نشط الإعلام الروسي في إنتاج أعمال سينمائية وإعلامية لحشد التعاطف مع شوغالي ورفيقه والترويج لفرضية اعتقال عالمي اجتماع روسيين من قبل من وصفتهم بالإرهابيين في طرابلس.
في هذا التحقيق تمكن ما خفي أعظم من الحصول على ملفات سرية تضم مئات الوثائق والتقارير وعشرات المقاطع المصورة التي كانت في أجهزة شوغال الخاصة وتمت مصادرتها يوم اعتقاله، ويتم الكشف عن تفاصيلها لأول مرة. تكشف هذه الملفات السرية ما خفي من دور الفريق الروسي والمرتبطين به في المشهد الليبي وخارجه. مشروع ليبيا الغد، لأن أنا نقول لك في عدد من الفيديوهات والصور وثق الفريق الروسي تنقلاته في مناطق مختلفة من ليبيا، تبين اللقطات أنهم كانوا يرصدون ويراقبون بشكل يومي. لا هذا مطار طرابلس الرئيسي، هذا المعتيقة كان قاعدة عسكرية ومطار فرعي اسمه. المعتيقة بيكون على الشط وهذا في الجنوب. هذا في الجنوب. تنايوك تريبولي الايربورت. Вот только что бомба рядом упала вот как раз. То ли бомба, то ли ракета, град. Он говорит, ему никто не сказал про то, что что-то уезжает. هذا سوق الشط اللي على الشمال. هذه الجزيرة، هذا المجمع الصحي زاوية الدهماني. Вот мы гуляем по центральной площади, называется Зелёная площадь. Везде продают китайские товары, они есть везде вообще. هذه تقارير سرية ترصد الوضع الميداني والعسكري في ليبيا. كان يكتبها شوغالي بشكل مفصل ويومي، وينقل إلى موسكو أخبار جبهات القتال والمواقع الحساسة، ويشرح المستجدات بدقة. لكن أبرز المهام التي وثقها شوغالي في تقاريره هي سلسلة لقاءات أجراها الفريق الروسي مع سيف الإسلام القذافي المتواري عن الأنظار منذ سنوات، بهدف دعمه وتهيئته للعودة للمشهد السياسي وخوض الانتخابات الرئاسية. ثلاث لقاءات سرية مع سيف الإسلام وثقها مكسيم شوغالي في تقاريره. حضر اللقاء الأول قسطنطين جولوسكوكوف الذي قدم مكسيم شوغالي إلى سيف القذافي، وقد تم اللقاء في الزنتان عن طريق مرافق لسيف يدعى أحمد العجمي. اللقاء الثاني جرى بحضور كل من شوغالي ومترجمه سامر سعيفان وأيضاً أحمد العجمي، بينما حضر اللقاء الثالث ألكسندر بروكوفيف إلى جانب مكسيم شوغالي وسامر سعيفان. ولكن في ملف القضية تم توجيه التهمة إليك بمحاولة التدخل في الانتخابات والتأثير على المشهد السياسي في ليبيا، والدليل لقاءاتك المتكررة والسرية مع سيف الإسلام القذافي. لقد سألوني لماذا التقيت بسيف الإسلام القذافي؟ حسناً، سيف الإسلام القذافي لم يكن معتقلاً حينها، لقد كان حراً ويتحرك بكل حرية. دراسة الوضع هي مجرد دراسة، أما التأثير على الانتخابات يكون في استثمار الأموال في أحد المرشحين والتأثير على بعض المجموعات للتصويت لصالحه، ذلك كله لم يحدث، وهذا ما لم يتم إثباته ولم يحاول أحد إثباته. يمكنكم إخبار مشاهدي برنامجكم أنه لم تكن هناك أي اتهامات تثبت انتهاك القوانين الليبية. احتجاز شخص بسبب لقاء مواطن ليبي حر طليق حتى لو كان له ماض معين، سواء كان إجراميا أم لا، أعتقد أن هذا خطأ. لا يمكن إلقاء القبض على شخص إلا إذا انتهك قانونا معينا. بخلاف حديثه لنا، قال شوغالي في إفادته خلال التحقيقات بأنه تحصل على تأشيرة الدخول إلى ليبيا بمساعدة إحدى الشركات المحلية، وأن ما تم تدوينه بالدعوة ليس مطابقاً لما حضر من أجله. وأفاد بأنه كلف بأعمال تحر يجب أن تنتهي قبل موعد انعقاد مؤتمر غدامس، والذي كان من المفترض أن تحدد نتائجه موعد الانتخابات الرئاسية الليبية. ملف سري في جهاز شوغالي كان بعنوان تقرير عن الاجتماع مع سيف الإسلام القذافي
بتاريخ 3 أبريل نيسان عام 2019. عقد هذا الاجتماع في بيت بمنطقة الزنتان واستمر ما يقارب الساعتين. يصف شوغالي في تقريره سلوك سيف الإسلام بأنه يظهر بوضوح علامات نرجسية، وأنه مقتنع أنه بمجرد ظهوره أمام العالم فإن معظم الناس سيدعمونه على الفور وسينتقل أتباع حفتر إليه. ويضيف شوغالي أن سيف يعد حفتر التهديد الرئيسي له، وذلك على عكس أنصاره الذين يرون أن الإخوان المسلمين هم التهديد الرئيسي. كما أنه يتفهم القضايا السياسية ومن السهل مناقشتها معه، ولكن عند الحديث عن المسائل التكنولوجية والهيكلية فإنه يظهر سوء فهم كبيراً لهذه النقاط ولا يدركها بالشكل المناسب. وينهي شوغالي تقريره بكتابة استنتاج: العمل مع سيف الإسلام يحتاج لحضور دائم، حيث لا يكفي اجتماع واحد في الأسبوع وهو جاهز لذلك. روسيا عندها مصالح وكانت تشتغل كالآتي: كانت تراهن من ناحية سياسية على سيف القذافي، وتوظف من الناحية العسكرية حفتر، واشتغلت بهذا الشكل. طبعا هناك تفاصيل كثيرة كشفت عنها مذكرة التحقيقات للنيابة العامة، والتي قامت بجهد عظيم في هذا السياق. هذه المذكرة تكشف بجلاء ووضوح عن معلومات مثيرة عن التغلغل الروسي في ليبيا وعن دور الفاغنر. سألوني لماذا يوجد في منزلي نسخ مطبوعة من أوراق الانتخابات البلدية، لكن معذرة أنا باحث ويمكنكم أنتم أيضا ببساطة أن تجدوها على الإنترنت. نحن لم نذهب ولم نقم بزيارة أي مركز اقتراع، أنا لم أقابل أي مرشح وبذلك لم أؤثر على الانتخابات. تقارير ومراسلات شوغالي السرية وثقت تفاصيل مثيرة: اجتماعات متكررة بزعماء قبائل مقربة من سيف القذافي في مناطق مختلفة، وتقارير مفصلة حول الانتخابات البلدية الليبية التي جرت عام 2019 وكيفية التأثير فيها ودعم فوز شخصيات مقربة من سيف الإسلام والمشروع السياسي الذي ترعاه روسيا. كما ضمت الملفات استطلاعات رأي روسية تثبت أن التحضير للعمل على ملف الانتخابات الليبية بدأ مبكراً عام 2018، وأراد القائمون على هذا الملف حينها تمرير اسم سيف الإسلام القذافي بين قائمة المرشحين المحتملين للرئاسة، وجس نبض الشارع الليبي في الحنين والعودة إلى نظام القذافي. كانت عملية ممنهجة وعملية مرتبطة بدراسات واستطلاعات وحول ملفات حساسة وحيوية في ليبيا، كان الغرض منها استخدام هذه المعلومات لاختراق الأمن الوطني. كان كل هذا يوظف بشكل ذكي وممنهج من ناحية لتوظيفه لمشروع سيف وتقديم سيف بأنه الرجل المنقذ في ليبيا، وأيضاً من خلال التلاعب بالمعلومات داخل مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك والسوشيال ميديا والقنوات الفضائية لخدمة الأغراض الاستراتيجية الروسية في ليبيا. التحقيقات والوثائق السرية التي تم الحصول عليها من أجهزة شوغالي كشفت عن إدارة الفريق الروسي لصفحات ليبية باللغة العربية عبر منصات التواصل الاجتماعي للتأثير على الرأي العام الليبي باختلاف شرائحه ومناطقه. في هذا الملف أعد شوغالي وفريقه برنامج الحملة الانتخابية لسيف الإسلام القذافي بما فيه الشعارات المقترحة للحملة. المعلومات والشواهد تكشف أن ماكسيم شوغالي يشكل حلقة في سلسلة متصلة
ترتبط مع أرفع مراكز صنع القرار في موسكو. فقد كشفت التقارير والمراسلات التي أعدها شوغالي عن ضلوعه في تنسيق تواصل على أعلى المستويات بين موسكو وسيف الإسلام القذافي. رسالة سرية ومثيرة حملها شوغالي من سيف الإسلام القذافي الذي طلب إيصالها إلى موسكو. يقول شوغالي إن سيف القذافي لديه بعض الأدلة التي تدين قادة وسياسيين معروفين في فرنسا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ويدعونا إلى التفكير معاً في كيفية استخدام هذه المعلومات. يضيف شوغالي إن لدى سيف أدلة مكتوبة على حصول الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي على أموال من معمر القذافي، وأن هناك صلة بالقاضي الذي يحقق في القضية بفرنسا. وفقاً لسيف الإسلام فإنه في عام 2017 وبمساعدة ساركوزي تلقى الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون أموالاً ليبية عبر وسطاء جزائريين، وهو الأمر الذي يشعره الآن بحرج كبير. عرض سيف أيضاً امتلاكه وثائق أخرى تتعلق بتقديم عائلة القذافي أموالاً لشخصيات نافذة في أوكرانيا، بينها يوليا تيموشينكو رئيسة الوزراء السابقة في أوكرانيا. يقول شوغالي في رسالته إن سيف لديه مستندات تدعم التحويلات المصرفية إلى حسابات تيموشينكو، ويضيف اتصل مؤخراً ممثل الرئيس الأوكراني الأسبق بيترو بوروشينكو بأفراد من جماعة سيف الإسلام وعرض عليهم شراء هذه المستندات. كما أفصح سيف الإسلام في رسالته السرية إلى الروس بأن عائلة القذافي تبرعت كما قال بأموال للحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي الأمريكي السابق جون كيري، وأن بحوزته إيصالات من بعض قادة الحزب الديمقراطي الأمريكي الذين تلقوا الأموال في لندن. بعد عام وثمانية أشهر من الاعتقال تم الإفراج عن ماكسيم شوغالي وسامر سعيفان فيما وصف بصفقة سياسية. كيف تغير الحال للإفراج؟ كانت في تلك الفترة في وساطات كثيرة، كان وزير الخارجية سيد محمد سيالة بذل جهد في محاولة تخفيف التوتر ووصل إلى أن أطلاق سراحهم بدون أي مقابل، طبعاً بدون أي شيء ربما يخفف التوتر شوي. في عملية تحريري من الأسر شارك عدد من الأشخاص دبلوماسيون وسائر إعلام، أخبروني أنها كانت اتفاقية، لم يكن هذا نتيجة عمل عسكري. الليبيين والحكام الجدد ارتكبوا أخطاء كبيرة جدا في التعامل مع روسيا، لم يكن هناك تعامل على مستوى التحدي، ولم يتم التعامل مع ملف شوغالي بالطريقة المطلوبة. يعني سبب هذا الاعتقال أزمة مع روسيا وتصريحات الروسية. أين تم هذا الاعتقال؟ في طرابلس داخل الأراضي الليبية، ما تمش داخل الأراضي الروسية يعني. ولكن لمواطن روسي، وكان معه أيضا شخص يحمل الجنسية الروسية. وكيف دخل الأراضي الليبية؟ دخل بتأشيرة رسمية كما قال. أعتقد المكتب النائب العام دائما إجراءاته قانونية، لا يمكن يقوم باعتقال أي شخص ليبي وإلا أجنبي إلا ما هو مخالف للإجراءات القانونية. مكتب النائب العام دائما يتحرى الدقة في تنفيذ القوانين، ولديهم الولاية الكاملة على ليبيا. ولكن تم الإفراج عنه أيضا دون أي محاكمة. لا أعلم، لا أعلم، لا أعلم، لا أعلم بالضبط، ربما هناك صفقة سياسية، ربما لا أعلم بالضبط. أنا لم أقبض ولم أفر سالم. مع انتهاء الجدل الذي أثارته قضية الاعتقال والتحقيق والتسليم، بقي السؤال الأبرز: إذا ما كانت صفحة التدخل الروسي في ليبيا طويت مع انتهاء قصة شوغالي، هو شوغالي تحصل على المعلومات التي يريد وحقق بعض النتائج وهو موجود
وبالتالي أن المهمة التي جاء من أجلها شوغالي عمليا ظهرت نتائجها في مشهد الترشح للانتخابات الأخير هنا في ليبيا. كان 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 واحدة من الأهداف الواضحة لشوغالي قبل وصوله وكانت واضحة عنده وأنجزها هو أن يخرج سيف، لأن إلى المشهد من جديد لم يخرج قبل أن يخرج سيف كانت الناس بتقول لا مش موجود سيف، مات، خرج، مش عارف إيش. فكانت الاستراتيجية الروسية بكل وضوح أن يخرج سيف للعلن. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ظهر سيف الإسلام المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية كمرشح للانتخابات الليبية التي كان من المقرر انعقادها نهاية عام 2021، لكن ترشحه اصطدم بعقبات قانونية فضلاً عن تعثر الانتخابات وتأجيلها على وقع انقسام سياسي ليبي مستمر. لكن الحديث عن دور روسيا في الميدان الليبي ما زال متواصلاً. روسيا لديها مصالح استراتيجية في ليبيا، ولهذا هي تواجدت في ليبيا، وربما روسيا لديها مصالح استراتيجية في قارة أفريقيا، هذا ما نسمع عنه يعني دعتها، وهذا ما دعاها لأن تكون موجودة في القواعد الليبية، ثلاث قواعد منها قاعدة القرضبية وقاعدة زفرة وقاعدة براك في الجنوب. يعني لم تعترف به روسيا على الأقل في الإعلام أو أمامنا، لكن في شركة فاغنر موجودة عندها وجود عسكري. هل هناك حرج سيد شوغالي في أن تتحدث روسيا صراحة عن وجودها العسكري في ليبيا؟ لا أعرف. أعتقد أن روسيا ليس لديها ما تخشاه، وإذا كانت قواتها موجودة فإنها قادرة على قول ذلك. بعيداً عن الإعلام، وثق ماكسيم شوغالي جانباً آخر من أدواره، فقد كشفت وثائقه السرية أنه خلال لقاءاته مع سيف القذافي تمت مناقشة تعاون أمني وعسكري روسي سري على أن تدخل الطواقم الروسية من السودان. في هذا التقرير الذي أرسله إلى موسكو قال شوغالي إن سيف الإسلام أكد استعداد نائب وزير الداخلية فرج قعيم توقيع اتفاقية مع شركتنا في السودان في أي وقت ومكان يناسبنا، وسيكون باستطاعتنا الأسبوع القادم مقابلة رئيس قسم المشتريات بوزارة الدفاع لمناقشة القيام باتفاقية مماثلة. ويضيف شوغالي بدأت جماعتنا في السودان بدراسة القضايا اللوجستية، وجماعة سيف الإسلام على استعداد لاستقبالهم على مدارج مناسبة في مدينتي بني وليد وغدامس، وكذلك على مدارج رملية قرب مدينتي الزنتان وترهونة. اللافت أن سيف الإسلام أبلغ الروس بإعداده قائمة بالقادة الميدانيين الذين يدعمونه وحددهم بالاسم والمناطق التي ينتمون لها، كما أنه استعد لترتيب لقاءات لفريق شوغالي معهم. أمام كل هذه الاتهامات، حرصت روسيا الرسمية في أكثر من مناسبة خلال السنوات الأخيرة على نفي أي وجود رسمي للقوات الروسية في ليبيا. Wagner is a private military company that has nothing to do with the Russian state. We also explained the situation that has developed in Libya, where this private military company was invited by the authorities in the city of Tobruk, where the Libyan parliament is located. They are there on commercial terms, as well as in Mali. من الملفات السرية التي حصلنا عليها واحتفظ بها شوغالي في جهازه الخاص ملف يكشف أسرار التدخل الروسي في أفريقيا. توثق هذه الملفات مثلاً صور لقاءات شوغالي وإدارته لحملات انتخابية إعلامياً ومالياً لصالح أحزاب سياسية محددة في مدغشقر عام 2018. هذا الملف واحد من ملفات كثيرة حملها جهاز شوغالي واطلعنا عليها، حيث أماطت اللثامة عن دور روسي مثير في دول أفريقية عدة. خلال لقائنا معه في هذا التحقيق حرص شوغالي على إظهار دوره البحثي والاجتماعي
وتجنب الحديث عن أدواره الخفية وخاصة الأمنية والعسكرية. توثق هذه المقاطع المصورة مشاركة الرجل في الحرب الروسية الجارية حالياً على أوكرانيا والتي تنشط فيها مجموعات فاغنر بقوة. مؤخراً أدرج الاتحاد الأوروبي اسم ماكسيم شوغالي على قائمة العقوبات إلى جانب شخصيات روسية أخرى مرتبطة بشركة فاغنر التي يتزعمها يفغيني بروغوجين. أنا في تقديري بأن الدور الروسي يعني تتحدث عن دولة عظمى ولها مشروع في المنطقة. هذا المشروع مرتبط بالتنافس مع الولايات المتحدة الأمريكية في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط بشكل عام، وتتحدث عن تنافس عن الطاقة والنفط والغاز، وتتحدث أيضا عن الحضور في أفريقيا ودول الساحل والصحراء. وأنا في تقديري أن ليس هناك مشروع يضاهي المشروع الروسي في ليبيا. لا أعتقد أن هناك أي حل ممكن أن يأتي بوجود تدخلات أجنبية. الحل يجب أن يكون بين الليبيين اللي يستشعروا هذه الخطورة ويحاولوا أنهم تكون فيهم مصالحة حقيقية، تكون فيها عدالة انتقالية، جبر للضرر، وبعد ذلك تكون انتخابات توافقية وليس كما يجري الآن، نخرج من هذا المأزق. وإلا سنبقى نحن بيادق تحركنا أيادي المخابرات الأجنبية. من هنا بدأت وانتهت فصول اعتقال الروسي ماكسيم شوغالي ومساعده في سجن معتيقة الذي يشرف على تأمينه وحمايته جهاز الردع في العاصمة الليبية طرابلس. لكن ذلك لم يغلق ملف الدور الروسي في ليبيا. قواعد عسكرية وحضور لقوات فاغنر ومحاولة للتلاعب في تناقضات المشهد السياسي هنا، دور كشفت إحدى صفحاته مع القبض على شوغالي. وما خفي أعظم